مشاهدينا، خلونا دلوقتي نعرف أخبار الطقس بالتفصيل من دينا. بشكرك يا بسنت. فعلا دلوقتي هاخدكم في جوله تفصيليه عن احوال الطقس. هيئه الارصاد بتتوقع ان الطقس النهارده هيكون الطقس حار نهارا على القاهره الكبرى والوجه البحري، ومعتدل الحراره على السواحل الشماليه وشديد الحراره على جنوب سيناء وجنوب البلاد. هيكون في نشاط للرياح على مناطق من القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وده هيكون على فترات متقطعه. خلونا نعرف تفاصيل اكتر من الدكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه دينا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بك يا فندم. امبارح بالليل مع طبعا مع ساعه الفجر كان في هواء وكان في اجواء كده بارده شويه، توقعات حضرتك لدرجات الحراره النهارده، خاصه ان احنا بنقول ان في ارتفاع ملحوظ في درجات الحراره؟ بالفعل كان بالامس مستمر معانا على مدار اليوم نشاط للرياح على اغلب مناطق الجمهوريه. يمكن ارتفاعات درجات الحراره تكون ملحوظه اكثر في جنوب البلاد، شمال وجنوب الصعيد، لكن درجات الحراره على سواحلنا الشماليه والقاهره الكبرى بتكون حول المعدلات الطبيعيه لها في مثل هذا الوقت من العام. الطقس خلال فتره النهار بيكون حار على القاهره الكبرى محافظات الوجه البحري، معتدل على سواحلنا الشماليه اغلب المحافظات المطله على البحر المتوسط، بيكون شديد الحراره على محافظات شمال وجنوب الصعيد وايضا جنوب سيناء خلال فتره النهار. خلال فترات الليل ومع غياب اشعه الشمس درجات الحراره طبعا بتنخفض بشكل كبير، ويبقى في فرق بين العظمى والصغرى بيوصل لاكثر من 10 و12 درجه مئويه. الاجواء هتكون اجواء لطيفه على اغلب مناطق الجمهوريه اللي موجوده في شمال البلاد، مائله للبروده على سواحلنا الشماليه. هتكون معتدله الحراره على جنوب البلاد، لان احنا لسه بنقول ان جنوب البلاد بيشهد ارتفاع في درجات الحراره. بالاضافه زي ما ذكرنا في الاول، اليوم في نشاط للرياح، سرعات الرياح ما بين ال 35 لل 45 كيلو متر في الساعه على كافه انحاء الجمهوريه. طيب هل الرياح دي محمله بالاتربه ولا رياح ما فيهاش لا أتربة؟ لا، هي معظمها هي رياح، معظمها الكتل الهوائيه الشماليه غير محمله بالاتربه والرمال المثاره، لكنها هتساعد اكثر على الاحساس بالاجواء المعتدله الرباعيه خلال فتره النهار وخلال فترات الليل، لانها هتستمر على مدار اليوم. يمكن احنا حاسين بيها من الان وهتكمل معانا على مدار اليوم. بالاضافه كمان ان اليوم متوقع تكاثر للسحب المنخفضه والمتوسطه على شمال البلاد، معها طبعا فرص لسقوط الامطار الخفيفه على السواحل الشماليه للبلاد، كل محافظات المطلة على البحر المتوسط ومحافظات الوجه البحري. قد تمتد فرص الأمطار كمان إلى القاهرة الكبرى، لكنها كلها فرص أمطار خفيفة ممكن نلاحظها في مناطق والمناطق الثانية لأ، وغير مؤثرة تماما على أعمال الأنشطة اليومية. يمكن يعني نقول درجات الحرارة دي مستمرة معنا على مدار هذا الأسبوع ما بين 29 وال 31 درجة مئوية. هنشهد الأجواء الربيعية المعتدلة والمستقرة خلال فترات النهار، مع استمرار طبعا خلال الأيام القادمة وجود نشاط الرياح اللي بيساعد أكثر على الإحساس بانخفاض درجات الحرارة. حضرتك كنت بتقولي إن في تكاثر للسحب، طبعا هل ده مرتبط إن هيكون في شبورة ولا ملوش علاقة؟ لا خالص، هو مش مالهوش علاقه بتكون الشبوره المائيه، خاصه ان احنا كمان بنشهد نشاط للرياح، ونشاط الرياح ما بيساعدش على تكون الشبوره المائيه. فما فيش فرص لتكون الشبوره المائيه ولا اليوم ولا غدا باذن الله. تمام. لسه ناس كتير بتقول هو الصيف لسه ما جاش، هو طبعا يعني حضرتك شايفه ان ممكن يكون في ارتفاع في اخر الاسبوع لارتفاع او يحصل ذروه الحر الشديد، توصل امتى؟ هو احنا طبعا لسه في فصل الربيع، ودايما احنا في درجات الحراره بتكون حول المعدلات الطبيعيه اللي احنا متعودين عليها كل عام، لكن يمكن هو نشاط رياح هو اللي بيساعدنا شويه على الاحساس بالاجواء المنخفضه او انخفاض درجات الحراره. لكن احنا متوقعين على مدار هذا الاسبوع كله درجات الحراره هتكون ما بين، يعني في بعض الايام هتشهد 29 درجه مئويه، في ايام هتشهد 31، يمكن مع نهايات الاسبوع هتكون 32 درجه مئويه. ما نقدرش نقول عليه ارتفاع ملحوظ، هي اجواء حراره ايضا خلال فتره النهار لطيفه خلال فترات الليل. لسه احنا يعني الى الان ما فيش ارتفاعات درجات حراره ملحوظه زي فصل الصيف، لكن طبعا اول ما نبدا نشهد ارتفاعات ملحوظه في درجات الحراره احنا هنعلنها اول باول اكيد بإذنها. واحنا مش مستعجلين على ارتفاع درجات الحراره بالشكل اللي بيكون قوي في الصيف. بشكرك شكرا جزيلا دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. خلونا دلوقتي نستعرض مع حضراتكم درجات الحراره المتوقعه النهارده، هنبداها من القاهره والعظمى 31، الصغرى 18، اسكندريه 25 17، مطروح 23 14، سيوة 29 15، بورسعيد 24 18، دمياط 24 18، الإسماعيلية 32 18، السويس 27 17،
العريش 24/16، طابة 32/19، كاترين 29/14، شرم الشيخ 39/25، الغردقة 39/24، الفيوم 36/20، بني سويف 36/20، المنيا 38/22، أسيوط 39/21، سوهاج 40/23، قنا 40/24، الأقصر 42/24، أسوان 43/25، الوادي الجديد 42/23، شلاتين 36/22، وأخيرا حلايب 30/21. بكده طمنا حضراتكم على حالة الطقس. الجو هيكون لطيف ومائل البرودة في ساعات الليل المتأخرة. يا ريت ما نخففش الملابس عشان نحافظ على صحتنا. هرجع مرة تانية لأحمد وبسنت عشان نكمل معاكم فقرة صباحية مصر. شكرا ليك يا دينا. شكرا.